من يوم ما شفتك وانا عارف انك مؤذي، بس ما كنتش عارف انك هتأذيني في بيتي. ابوس رجلك، ابوس رجلك، سيبني انا، ما عملتش حاجه. خلاص والله العظيم انا ماليه دعوه باللي حصل. انا مش قلتلك يا واد امشي من الفندق قبل سابق؟ حصل والله العظيم حصل ومشيت، بس خلف بيه ولا رجعني. دي هياخد جزاؤه. هتعمل فيا ايه؟ هعمل فيك ايه؟ ولا حاجة. انت هنا في مزرعة تعابين، هسيبك ليهم. ان صب عليك الصبح وخرجت سليم يبقى ليك عمر. عاوزش حاجة؟ اقسم بالله العظيم انا بحترم خلود بنت حضرتك. عارف لو كان ليك روحين كنت أدبتك على دي كمان، بس ملهولة ليا حساب تاني مع الكلبكين يا بجس. خرب بيت، خرب بيت سيدي، خرب بيت الحوي. أنا مسافر يا هيبة، الحجاز. هتحج حج أمين؟ إن شاء الله. غنيمة عارفة؟ ما أنت لو بتسأل عليها كنت عرفت. هانت، هطمن الأول على أمينة. واطمنت على خلود. هتخف إن شاء الله. ما تنساش تعالجها من جوه زي ما بتعالجها من بره. ربنا يسهل يا حج أمين. ربنا يتقبل منك. أمين، ما هعديش عليكم، تعرفني ما بحبش الوداع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر يا عم امين. السلام عليكم. Thank you.
صاحبي. روح الحمام. لا روح لوحدي. مشغول. انت زينة؟ لا طبعا مش زينة. وحشتيني. قلتلك الف مرة ما تتحركيش. حاسبي على الواد اللي ببطنك. لو جراله حاجة انت حرة. ملك ومال ناهد يا زكي. اللي شايلاه في بطنها ده يا اخويا يموتنا كلنا. عاوزه تسقطيها؟ يا ريت. لو اقدر كنت عملتها من زمان. بس لو حصل اخوك هيدبحني. امال هتعملي ايه؟ كل فتله وليها عقدتها يا بعطين. شد يا روحي شد يا راجل. هتفتحي يا نينا؟ هتفضلي مكسره لحد امتى؟ امال لما تولدي هتعملي ايه؟ ايوه مين؟ ايوه مين؟ حضرتك؟ اه حضرتي. انا مرات اخو جوزناك. ممكن ادخل حضرتك؟ ما انت دخلتي. عايزه ايه؟ الله 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 الله. كل الصور دي في الصاله؟ يا نهار اسود. امال حاطط ايه في اوضه النوم يا منيل؟ اوعى كده وريني. رايحه فين؟ استنى بس. لو سمحت ما ينفعش كده على فكره. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ده بيت وليه حرمه. هو حد قال لك ان ده شارع؟ ما انا عارفه انه بيت. لو سمحت انت غريب قوي. ما ينفعش. استنى بس. يوكتك ايه يا مضروب؟ والنبي دمك خفيف. بقى في واحدة هبلة تسيب واحد بيحبها بالشكل ده وتروح برضو تتجوز واحد زي ابو هيبة؟ حضرتك عايزة ايه بالظبط؟ عايزة كل خير يا حبيبي. تدفع كام واجوزك ناهد؟ تجوزيني ناهد؟ ما انا متجوزة. اه ما انا فاهمة. انا قصدي يعني اجيبها لك من عند ابو هيبة. اه الخاطفة هي مستنية أول فرصة تهرب وتيجي على هنا. والنبي برضو أنا بقول عليك طيب. في حد يسيب واحد بالشكل ده؟ ده أنت لقطة. هي حكيتك حاجة عننا؟ ما بتبطلش عيات عليك كل يوم. لما قطعت قلبي عليها قلت يا أخويا أجيلك أحنن قلبك عليها. هي بتعيط؟ ما بتسكتش. عياط 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 عياط. دي حتى عايزة تهرب من أبو هيبة وتستناك في بيتها. صح كده. هي تهرب على بيتها وأنا أجيبها على هنا تاني. آه بس هي برضو خايفة من أبو هيبة.
أبو هبة ده مين؟ ده نقتله. تقتل مين يا عم؟ أنت بتستعبط، ده يذبحك كده من غير سكين. اسمعي يا ست أنت، أنا ما بخافش من حد، أنت فاهمة ولا لا؟ لا أنا فاهمة فاهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هسيبك دلوقتي وبعدين بقول لك تروح لها أنت. سلام عليكم. قلت بينا يا رب. سمعتيني يا حبيبتي وأنا بتكلم؟